دلوقتي هنتوجه مع حضراتكم إلى مدينة العاشر من رمضان، هذه المدينة المليئة بالمصانع اللي نقدر نقول عليها فخر للصناعة الوطنية. هنزور هناك مصنع سمارت للصناعات الكهربائية، هذا المصنع عملاق بالفعل وأقاموا 6 مهندسين مصريين متخصصين في الصناعات الكهربائية، اكتسبوا خبرات كبيرة في الشركات العالمية وبنوا عليها مصنع أكتر من رائع، وبيساهموا بقوة في تغطية احتياجات السوق المحلي من الصناعات الكهربائية. خليكم معنا. قطاع الصناعات الكهربائية في مصر بيقود مجموعة متميزة من المهندسين المصريين اللي نجحوا في توفير احتياجات المشروعات القومية الكبرى، وخاصة العاصمة الإدارية والمدن الجديدة. والاستشاري المحترم النهاردة اللي بيحدد جهات التوريد ونوعية المنتجات الكهربائية في مختلف المشروعات القومية بقى عنده يقين إن المنتج الوطني عالي الجودة وبينافس المستورد بقوة. دلوقتي حضراتكم في مصانع سمارت للصناعات الكهربائية في مدينة العاشر من رمضان، وهي بتنتج محولات القوى الكهربائية ولوحات الجهد المنخفض والمتوسط ولوحات عمومية، وأسسها 6 مهندسين مصريين اكتسبوا خبرات كبيرة من خلال العمل في شركات عالمية متخصصة في الصناعات الكهربائية، وبعدها قرروا يتحدوا ويحققوا حلمهم بتصنيع منتج وطني عالي الجودة وبتكلفة أقل من المستورد. والنهاردة بيوردوا شغلهم لكل مشروعاتنا القومية ومشروعات القطاع الخاص. بداية الشراكة كانت سنة 2010، ولكن صداقتهم ممتدة ل 30 و 40 سنة، وكل جهودهم حطوها في المصنع. وفي سنة 2015 افتتحوا المصنع الثاني للوحات الجهد المتوسط، وده اللي بيساهم بقوة في توفير احتياجات العاصمة الإدارية الجديدة. وبالمناسبة كل واحد لدور محدد، اللي مسؤول عن الخامات والاستيراد، واللي مسؤول عن إدارة المصانع، واللي مسؤول عن التسويق والمبيعات والتصدير للمنتجات النهائية. وطبعاً لازم نفهم أنهم بيواجهوا في العالم منافسة شرسة من المصانع في الصين وتركيا، ورغم كده صدروا منتجاتهم لدول أفريقية وعربية. تعالوا في البداية نقابل المهندس تامر الجيد، رئيس شركة سمارت للصناعات الكهربائية، وهو من المهندسين 6 المؤسسين للمصانع. وبالمناسبة هو تخرج في هندسة شبرا سنة 1994، وانضم لشركة ABB العالمية في نفس السنة. وفي سنة 2010 قرر التوجه نحو الاستثمار في الصناعة، وهو اللي أقنع شركائه من المهندسين بضرورة إقامة مصانع سمارت المصرية المتخصصة في الصناعات الكهربائية. ركزوا معاه. خليني أقول ببساطة، مصنع سمارت هو مصنع تجمع فيه 5 مهندسين مصريين عبقرة اكتسبوا خبرات، لا عبقرة ونص كمان، ربنا يخليك، اكتسبوا خبرات كبيرة في مجال الصناعات الكهربائية، وقررنا ان احنا نعمل هذا الصرح. الصرح ده تحول الى 3 مصانع في العاشر من رمضان. البداية بتاعتنا ان احنا كنا في شركة مالتي ناشونال، اتعلمنا فيها من ساعة ما تخرجنا، بتتراوح يعني أقل حد كان حوالي 14 سنة خبرة، وأكتر حد 28 سنة في نفس المجال في نفس فكر المالتي ناشونال، فتشربنا بيه ووصلنا لمرحلة ساتوريشن كموظفين. ففكرنا أن احنا نستفيد بالخبرات دي بأن احنا نعمل بيزنس في نفس المجال ويبقى لينا الكنترول عليه. طيب احنا النهاردة شغالين في شركات عالمية، تمام، يعني ده حلم اي شاب مهندس ان يبقى في شركه عالميه، تمام، ومرتباتنا محترمه، تمام، وزي الفل، ومسكنا مناصب قياديه، تمام. طيب القرار صعب ولا سهل ان احنا يلا نخرج ونعمل الصناعه بتاعتنا؟ يعني لا اخفيك سر، ايه اللي جمد قلبك؟ الرغبه، الطموح، الثقه ان انت اتعلمت كويس فممكن تترجم اللي اتعلمته ده لحاجه على ارض الواقع. طب في 2010 كانت البلد واضحة وإن إحنا رايحين لثورة، المشروعات شبه متوقفة. أنا ابتديت قبل الثورة بست شهور، يعني لو القرار اتأخر 6 شهور الله أعلم كان ممكن إيه اللي يحصل، كان ممكن يبقاش في سمارت، أخاف أقعد في الشركة بتاعتي. بالظبط. صح؟ بالظبط.
رسمنا الرؤية ازاي؟ هل كان في دراسة جدوى بتقول ان مصر هتبقى محتاجة لمحولات، محتاجة لجهد منخفض وجهد متوسط؟ طبعا. كانت الرؤية ازاي؟ دراسة الجدوى قالت ايه؟ دراسة الجدوى قالت ان الماركت بيزيد كل سنة بمعدلات سنوية تسمح بإضافة مصانع بخطوط انتاج جديدة، لان على طول في مشروعات بتتعمل. طبعا مش زي الحجم اللي كان موجود في النهاردة، الثلاث أربع سنين اللي فاتوا. طبعا ده كان حاجة غريبة على السوق المصري بالكامل. فالرؤية كانت بتقول ان في جروث مناسب ان احنا نبتدي نشتغل في الماركت ده. خلي بال حضراتكم، في مصنع سمارت نجح في تصميم محطة محولات مدمجة قدرة 3 ميجا فولت أمبير، ودي تقدر تغذي مناطق سكنية وصناعية وسياحية بالكهرباء، وهي بديلة لبناء غرف لمحطة الكهرباء. وحاليا المحطات المدمجة في مرحلة الاعتماد والاختبار في معامل حيادية عالمية في هولندا، وبالمناسبة بيعرضوها لاختبارات ممكن تدمرها تماما تحديد أقصى طاقتها. الجودة دي صناعة وطنية صح؟ مظبوط. نسبة المكون المحلي قد إيه؟ فيها نسبة مكون محلي تزيد عن 40%. إحنا تعلمنا الأصول إيه؟ الصح إيه؟ نتيجة خبراتنا زي ما قلت لحضرتك مع شركات عالمية، ففهمنا الموضوع الأصل بتاعه مفروض يمشي إزاي؟ قواعد الجودة بتاعت المنتج إيه؟ الأصول الصناعية للمنتج إيه؟ زي ما حضرتك عارف المنتجات دي كلها بيحكمها مقاييس عالمية ستاندردز، زي مثلاً الاي سي ستاندردز. أي شركة في العالم ملتزمة بالاي سي ستاندردز لازم هتطلع المنتج مطابق لشروط الاي سي. مجموعة اختبارات بتتعمل، منها اختبارات تدميرية للمنتج للتأكد إن هو هيقدر يستحمل، بيتحط عليه جهود كهرباء معينة لغاية ما يحصل له احتراق. يعني هو مفروض يتحمل مثلا 3 ثواني بجهد معين، بيتحط عليه الجهد ده لمدة 3 ثواني. لو اتحرق قبلهم يبقى ده غير مطابق، ولازم يعاد التصميم أو التعديل التصميم بتاعه عشان يتحمل الجهد اللي مطلوب. احنا طورنا المنتجات هنا ازاي؟ وعندنا كم منتج؟ احكي لنا. احنا ابتدينا بمنتج جهد المنخفض في 2010، لوحات الجهد المنخفض بتصريح تصنيع من شركة ABB، تعتبر شركة عالمية في مقياس شركة سيمنز. احنا واخدين منهم ترخيص تصنيع لمنتجات اللو فولتج، الرينج بالكامل من أصغر لوحات لغاية اللوحات اللي هي 6300 أمبير، ودي يعني تشغل أكبر حاجة ممكنة في لوحات اللو فولتج على مستوى العالم. طورنا إزاي بعد كده؟ طورنا إن إحنا حبينا نوسع قاعدة الإنتاج بشكل أفقي، إن اللو فولتج هي نهاية الكهرباء. حبينا نرجع خطوة لورا، فابتدينا ناخد توكيل للمحولات، محولات القوى. فتوصلنا لاتفاق مع شركة شنت الصينية، بعتنا لهم المواصفات وصنعنا، اتعملنا تصميم، اتعمل التصميم وتم اختباره، جميع الاختبارات بتاعت الاي اي سي الخاصة بالمحولات، والحمد لله المحول عدى الاختبارات. وبعدين جبنا هنا في مصر لمعمل الجودة الفائق، عدنا الاختبار تاني بحيث يبقى فيه لجان من الكهرباء تحضر الاختبار وتشوفه، والحمد لله برضو المحول عدى. وبقالنا يمكن 4 أو 5 سنين بنبيع المحول في السوق، يعني الحمد لله ما حصلش منه ولا مشكلة. المشروعات القومية النهاردة اللي احنا توسعنا فيها في كل القطاعات، عواصم جديدة ومدن جديدة ومشروعات رياضية وسياحية في كل القطاعات، فرقة معانا انت المفروض اساس كل هذه المشروعات، انت المرافق الرئاسية. لا، انا عايز اقول لحضرتك ان الحمد لله احنا من ساعة ما ابتدينا وحجم العمل السنوي ان ما تضاعفش فبيبقى اكتر ما شاء الله. سبب الكلام ده طبعا وجود المشروعات اللي بتتعمل في الفترة الحالية، وخاصة زي ما قلت في أول كلامي خلال الثلاث أربع سنين اللي فاتوا من ساعة بداية الشغل في العاصمة الإدارية والعالمين. حجم الشغل طبعا كبر، كل المصانع يمكن انتم ملحقين؟ توسعت. ملحقين؟ مش يعني بنلهف. انتوا بتستوعبوا شباب خريجين ايه؟ انا نوعية الناس اللي بتشتغل في المجال بتاعنا طبعا غير الشغل الخدمي اللي هو المحاسبين واداريين والكلام ده، المينلي مهندسين كهرباء، مهندسين ميكانيكا وفنيين كهرباء وميكانيكا.
لان بيبقى في جزء مصانع الكهرباء بيخدم عليها مصنع للصاج، بيصنع الصاج اللي بيشتغل في اللوحات. طبعا على ناحيه الكهرباء في مهندسين كهرباء وفنيين كهرباء اللي هم بيجمعوا اللوحات اللي حضرتك دايما انت في حاجه للنوعيه دي من الخبرات. على طول على طول. اللي قدام حضراتكم ده هو المهندس أشرف عفيفي، مدير المبيعات في مصانع سمارت للصناعات الكهربائية وأحد الشركاء المؤسسين، وهو تخرج في كلية الهندسة بجامعة عين شمس سنة 1982، وانضم لشركة ABB العالمية سنة 1984، وترقى في المناصب لغاية ما بقى رئيس قطاع المبيعات، وانضم لشركة سمارت سنة 2012، وهنتعرف منه على المنتجات وأسواقها وأحدث المنتجات الكهربائية اللي بيصنعوها ونسبة المكون المحلي. خلينا باشمهندس أفهم منك منتجاتنا، المشروعات اللي شاركنا فيها، احكي لي أنت بهرتنا. ربنا يخلي حضرتك. احنا طبعا بداية شغلنا يعني كان شريك المهندس تامر وضح، احنا ابتدينا بلوحات الجهد المنخفض اللي هي اللوحات بتاعت لغاية 380 فولت. دي كانت شراكة مع إحدى الشركات الأجنبية، أكبر شركة أجنبية شركة اللي هي عملاقة. شركة ABB اللي إحنا أصلاً خبرتنا واخدينها منها. أنا أصلاً خبرتي 28 سنة كنت في ABB ما شاء الله الحمد لله 28 سنة، ويلا أنا هعمل واحد وطلعت بشبكة المعلومات وبالخبرة دي من ABB الحمد لله استغلتها في مجال عملنا، وامتد التعاقد بيننا وبين ABB والأجريمت مع ABB في مجال شغلنا الخاص. وردنا قد ايه لوحات ومحولات؟ احنا ابتدينا المشروعات القوميه، ابتدينا في يعني كان حجم اوامرنا ما يتعداش 8 مليون جنيه في 2011. 8 مليون جنيه الحمد لله احنا وصلنا لارقام اضعاف اضعاف الارقام دي. الله اكبر. يعني الحمد لله 30 ضعف 40 ضعف خبرات يعني. مهوله الحمد لله. اه طبعا، لان احنا ابتدينا زي ما قلت لحضرتك بالضغط المنخفض، بعديها أخذنا القرار إن إحنا ندخل منتج المحولات. طبعاً هو كان فيه عدد الشركات المصنعة للمحولات مش كبيرة قوي، صحيح، فكان السوق محتاج للمحولات. أخذناها واخترنا الشركة الكبيرة اللي هي تسندنا وتبقى في ظهرنا إن إحنا نوصل أو نورد محول يكون هاي كواليتي بجودة عالية ويضمن كفاءة في الكهرباء أو في إمداد الكهرباء. إحنا صناعة وطنية معتمدين على منتج مستورد، منتج مع شركة عالمية. يعني حضرتك لما بتدخل مناقصة على سبيل المثال في أحد المشروعات ويكون قصادك شركة فرنسية شركة ألمانية، التفضيل بيبقى لمين؟ لا بتبقى أو بتدخلها إزاي؟ بيبقى فكرك إزاي؟ واجه الناس دي إزاي؟ أولا طبعاً عندي منتج النوهاو بتاعتي أصلاً واخدها من الشركات العالمية دي، فأنا بتساوى مع أي شركة أجنبية بتخش. ليه؟ لان انا الكواليتي بتاعتي، انا عارف الانجينيرنج اللي انا بعمله على المنتج ده بيبقى باسسمنت وبيبقى بـ 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 تحت اشراف الشركه الكبيره اللي هي ABB مثلا، هي اللي بيجوا يشرفوا علينا محاولاتنا ولوحاتنا. اه مشاركه في مشروعات النهارده؟ لا احنا داخلين كل المشروعات القوميه الحقيقه. احنا يعني احنا مبهورين بكم المشروعات القوميه الموجوده في البلد. يعني احنا في العالمين احنا الحمد لله موردين كميات كبيره جدا من لوحاتنا ومحولاتنا في مدينه العالمين، في العاصمه الاداريه، في الجلاله، في كل المناطق، يعني كل المدن الجديده احنا موردين فيها الحمد لله. من اهم مشروعات شركه سمارت للصناعات الكهربائيه محطه بنبان في اسوان للطاقه الشمسيه، ونفذوا 70 ميجا وات فولت امبير، وبرضه مشروع كومومبو بطاقه 50 ميجا فولت امبير، ومصانع الجلاله للرخام وجامعه العالمين وجامعه الجلاله وكل ابراج مدينه العالمين الجديده تقريبا. ده بخلاف مشروع الداتا سنتر بالعاصمه الاداريه الجديده، وايضا مشروعات المطورين العقاريين نيو جيزة والاهلي صبور وادي دجله وكمان اعمار. طيب التصدير فين؟ احنا محتاجين حصيلة دولارية عشان نجيب بعض المنتجات اللي بتدخل في المحولات وغيرها. بالزبط. صح ولا لا؟ بالظبط. طيب احنا لينا مشروعات، ما تنساش الملف ده اوعى تنساه. اكيد احنا لينا نشاطات في التصدير. احنا وردنا صدرنا للسعودية لوحات منخفض، صدرنا للعراق، صدرنا لليمن محولات ولوحات منخفض ولوحات متوسط. يعني كان لينا نشاطات في التصدير الحقيقة. مؤخرا الحمد لله نجحنا ان احنا في زيارات من ليبيا على اساس انها دوله مجاوره،
وهي دلوقتي جرين فيلد، او يعني مكان دلوقتي ان هو اكيد النمو هيبتدي فيه. الدول اللي فيها جهود اعمار. ايوه بالظبط. انتوا شاركتوا اصلا في ايجيبشن باور شو اللي هو كان تم تنظيمه من خلال مجلس تصدير الصناعات الهندسيه. ايوه. وكان فيه مشترين من افريقيا والدول العربيه. بالظبط. اثروا ايه يعني الاجتماعات دي بقى؟ موقفها ايه؟ زيارات بعد الاجتماع اللي حصل، جم زيارات للمصنع وشافوا المصنع واخدوا بيانات عن الشركه بحيث انه يبتدوا يراسلونا، والحمد لله فتحين معهم شانلز يقدروا ياخدوا المحاولات واللوحات بالجودة دي. طبعا لدرجة ان احنا هنبتدي نعمل صناعة جوه ليبيا ان شاء الله. كويس جدا، ويفتح فرص عمل. يا ريت كل دولة في افريقيا كمان تدخل فيها تعمل كده. بالظبط. عندنا منتج هام جدا وهو غرف خاصة بالعاصمة الادارية، غرف ذكية صح كده؟ محولات كشاك، محولات ولوحات وكلها ذكية، كلها سمارت. المواصفات اتحطت ازاي؟ طبقناها ازاي هنا في المصنع؟ شركة العاصمة من البداية اعتمدت على احدى الشركات الاجنبية طبعا، ومكتب عظيم زي مكتب حطت مواصفاتها؟ حطوا مواصفات عالمية، يعني مواصفات فعلا ايديال. العاصمة بالنسبة لي دي سمارت سيتي يعني، فلازم يكون المنتج اللي هو يتورد فيها يليق بهذا الاسم. ايه المنتجات الجديدة اللي بيفكر فيها المهندس اشرف عفيفي وشايف ان السوق محتاجها بشده يعني ولازم نتحرك ليها؟ احنا عملنا ديزاين للكشاك المدمجه اللي هي المحطات المدمجه بتاعت المحولات، وبنعمل دلوقتي هنعمل عليها اجراءات التايب تيست في هولندا ان شاء الله عشان تتوصف ونقدر نستعملها في السوق المحلي. دي اللي هيرموها من طياره من هولندا دي ونصدرها ان شاء الله. هو ليه اختبارها في هولندا مش في مصر؟ انا عايز اعرف. لان في اختبار معين، هو اختبار واحد بس مينلي، ان هو لازم مش متوفر هنا في مصر، فهو لازم يتصفر في مراكب وتروح في معمل حيادي، وبيبقى لازم يتوصف، وده بيبقى معمل معروف عالميا يعني، وكل الشركات بتودي فيه. يعني دي تعتبر معامل مرجعيه وحياديه، بيسموها اندبندنت لابوراتوري. اللي قدام حضراتكم ده هو المهندس احمد عفيفي، نجل المهندس هشام عفيفي، الشريك المؤسس في مصانع سمارت، وهو اتجه لطريق مختلف تماما. اسس شركه اسمها سيجما اي او، وقرر يسوق الانتاج بنفسه ويدخل مشروعات صغيره محتاجه للمحولات واللوحات الكهربائيه. وعمر شركة سمارت العملاقة ما هتفكر تدخل فيها، ومن هنا حقق نجاح كبير جدا، نموذج مختلف بجد. وبدأ قصة نجاحه مع شريكه عمر الديب ب5000 جنيه. ركزوا معاه. انت وراك قصة نجاح كبيرة جدا، انا اصريت ان الناس لازم تتعرف عليها. انت انفصلت تماما عن هذه المصانع وهذه المجموعة وقررت تعمل شركة جديدة تماما اسمها سيجما اي او، متخصصة في انها تدخل منقصات المشروعات الكبيره وتقدم ويكون في ظهرها مصانع ضخمه جدا، هي مصانع سمارت. ليه قررت الانفصال؟ ليه عملت شركه لوحدك؟ ليه دخلت هذا المعترك منفردا؟ عايز اعرف. انا بدايتي كانت هنا يا فندم، قعدت فتره 5 سنين بشتغل هنا جوه سمارت، لقيت ان احنا قدامنا اوبورتيونيتي ان احنا يعني انت بعد ما اتخرجت من الاكاديميه البحريه اشتغلت هنا 5 سنين. اشتغلت هنا فتره، اشتغلت هنا وبعد كده رحت شركه احدى شركات المالتي ناشونالز، وبعد كده رجعت اشتغلت هنا تاني. انت متمرد بقى. انا هخرج ماشي. قعدت فتره، وكان لازم ان احنا كنا نعمل كده، لان شغلك ان انت بتروح بتطلع بره بيبقى عندك الاكسبوجرز بتاعت الشركات المالتي ناشونال دي، بتفرق معاك جدا، بتبقى فاهم يعني ايه سياسه شركه مالتي ناشونال، لان زي ما حضرتك عارف ان هي اغلب التعاملات هنا مع شركات مالتي ناشونال، فبتدي لك خبره طبعا مختلفه عن الخبره أكيد. اللي انت بتاخدها هنا اكيد. لما جيت اشتغلت هنا كان الطموح ان احنا لا انا عايز اعمل نفسي، يعني شريكي الحالي مهندس عمر الديب هو والده صديق والدي من 40 سنه، وهو راجل من موالين الكبار في القطاع الكهرباء يعني. شجعتوا بعض يعني؟ احنا كنا دفعه واحده، وكان فكرتنا ان احنا عايزين نعمل الشركه. جمعنا انا وهو، انا جبت 5000 وهو جاب 5000، وعملنا 10000 عملنا بيهم الشركه. 10000 ايه؟ 10000 جنيه عملنا بيهم الشركه. انا بسالك تقول لي 10 مليون؟ لا لا لا، هو 10000 جنيه وكنا سالفينهم كمان. عملنا بيهم الشركه، طلعنا السجل التجاري، طلعنا البطاقه الضريبيه، عندنا كلاينت بيز يعني احنا عندنا بس العملاء اللي احنا نتعامل معاهم. كل ده انا عايز ابقى انا مش عايز ابقى تابع، هي دي النقطه. ايه المنتجات اللي بتوفرها من خلال سيجما اي او؟ احنا بنشتغل مهمات جهد متوسط، مهمات جهد منخفض، محولات، بنشتغل حتى مع شركات تانية، يعني مش لازم الحاجه ان انا اشتغلها مع سمارت، لا بشتغل مع سمارت وبشتغل مع
شركات تانية، بس طبعا البرايورتي بالنسبه لي طبعا سمارت. انت بتاخد بعض المنتجات اللي بتنتجها مصانع سمارت وتسوقها من خلال سيجما اي او. طيب هامش الربح بتجيبه ازاي؟ ما انت كده بتضيف على التكلفه اللي صاحب المشروع بره من حجم العمل، فاهم سعرها هنا من حجم العمل. يعني احنا النهارده الحمد لله انا واصل لحجم عمل معاهم في ليا نسبه خصم شويه كويسه، فنسبه الخصم دي اللي انا بعرف ابيع بالماركت برايس. يعني حضرتك بتاخد خصم هنا من خلال مصنع سمارت بالظبط، فبيتيح لك هامش ربح هناك بالظبط في اي مشروع بتشارك فيه بالظبط كده. طب ما الناس كلها هتيجي تاخد منك انت وهتسيب المصنع. ما هو الفكره كلها يا فندم ان انت النهارده انت فكره الشركه بتاعتنا ايه؟ اي شركه كبيره لما بتيجي بتكبر عند حد معين، عشان ان انا اعين هيد كاونتس، ان انا ابتدي الناس دي تنتشر وتبتدي تتوغل في السوق، انت محتاج هيد كاونتس كتيره جدا طبعا. فانت بتشتغل لبارتنرز ليك في السوق، هي دي النقطه. استغليت بارتنر عشان هو اللي يتحرك باسمك ويجيب لك الشغل بس. تفتكر المشروعات اللي انت وردت ليها مهمات كهرباء؟ طبعا احنا بنورد في مناطق جغرافيه مختلفه تماما عن السمارت بتورد فيها. يعني احنا مقسمين، يعني انت قسمت جمهوريه نطاقات بالظبط جغرافيه بالزبط في البيع بالظبط. ممكن تفتح اسواق تصدير طبعاً اعتمادا على الصناعه هنا. ده التارجت طبعا. ده التارجت. المهندس الشاب اسلام بشير هو مدير الانتاج في مصنع سمارت للصناعات الكهربائيه، وهو نجل المهندس محمد بشير احد الشركاء المؤسسين في المصنع، وهو خبير لوحات جهد منخفض ومتوسط، عبقري فعلا. تعالوا نقابله. خليني اسالك السؤال الاول، احنا طاقتنا الانتاجيه قد ايه؟ بصوا كمنتجاتنا بتتقسم لشقين، شق ده تبع شركه اي بي بي العالميه، والشق الثاني بيبقى تبع شركه شنت الصينيه. تمام. بالنسبه لاي بي بي شغالين لوحات عموميه تقريبا القدره الانتاجيه في الشهر 200 خليه فيما فوق. اما بالنسبه للوحات الفرعيه فدي كذا نوع، في نوع لوحات اسمها فاينل برانش، دي بتنقسم لكذا شق او كذا نوع، كل نوع برضو مينيمم 200 لوحه، وفي الديستريبيوشن وفي السب مين. الديستريبيوشن برضو 200 لوحه والسب مين 200 فيما فوق. شركه شنت احنا شغالين معاها في 3 برودكت، محولات كهرباء سواء دراي ترانسفورمرز او اويل. الدراي ترانسفورمرز هي اللي احنا شغالين بيها حاليا في السوق، دي اللي مطلوبه يعني، فدي مينيمم 100 محول في الشهر، 100 محول مقابل الزياده في الشهر. تمام. وفي بعديها الجزء بتاع لوحات الربط الحلقي او الرينج مان يونتس، دي برضو من 100 لوحه وقابل للزياده. وفي بقى اخر جزء ده اللوحات اللي هي بتاعت الجهد المتوسط اللي هي المين سويتش جيرز، دي عامله تقريبا في الشهر مينيمم 3 موزعات بما يوازي من 50 ل 100 خليه حسب اللي مطلوب. خدمه ما بعد البيع، انت حضرتك بتشارك في مشروعات قوميه كبيره جدا كده، واكيد ممكن تحصل عطل تحصل اي حاجه، حضرتك المسؤول الاول، بنتحرك ازاي؟ احنا معانا بالفعل سيرفيس تيم هنا في الشركه، معانا 2 مهندسين ومعاهم فريق تكنيشنز، فالناس دي يعني تعتبر ما بتروحش بيوتها. وبتوفر لهم قطع غيار؟ بوفر لهم قطع غيار، وبوفر لهم عربيات، بنوفر لهم عدد. فلا فالحمد لله يعني السيرفيس تيم او خدمه ما بعد البيع عندنا هنا مهتمه بالموضوع ده بقالها اكتر من 6-7 سنين مثلا، يعني بينا مركزين في الجزء بتاع خدمة ما بعد البيع. مصانع سمارت للصناعات الكهربائية صروح صناعية مصرية، وقدامها فرص كبيرة لتصدير إنتاجها لدول أفريقيا وخاصة في غرب ووسط أفريقيا. وبالمناسبة عندهم فرق كاملة لتقديم خدمات ما بعد البيع وقطع الغيار متوفرة لمنتجاتهم وبصورة كبيرة جداً. بالتوفيق للجميع.